بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نستكمل الحديث في Chapter 3 من مادة Intermediate Accounting، وفي هذا الفيديو بدنا نركز على البوستينج. طبعا البوستينج هو الترحيل، يعني هو ترحيل المبالغ من دفتر اليومية إلى الحسابات في دفتر الأستاذ. The process of transferring amounts from the journal to the ledger accounts. ومعطينا هنا مثال، وطبعا هذا اللي احنا شايفينه الرسم الاول جنرال جورنال اللي هو يوميه عامه، وهنا تحت جنرال ليدجر استاذ عام. طبعا اليوميه العامه احنا اخذناها قبل في الفيديو السابق، وهي القيود، وفي عندي يعني الكاش ديبت، وفي عندي الشير كابيتال كريدت. الان بدنا نرحل للحسابات ذات العلاقه. طبعا في عندي حسابين، في عندي الكاش هاي حسابه، وطبعا هنا حساب هذا مسميه الليدجر، وهذا ستاندرد ليدجر. في عندي شكل ثاني له بكون على شكل حرف تي. وطبعا اذا احنا بدنا نحل يعني هذه المساله بسيطه جدا، باجي على الكاش، انا بطلع على القيد، الكاش شو ماله؟ هو ديبت. وطبعا هنا في عندي عمود ايش مخصص للديبت، فانا بقول الكاش هنا ديبت بمبلغ اللي هو 15000، بحط المبلغ هنا، يعني عمليه ترحيل إلى هذا الجانب 15000. 15000 طبعا أنا عدت كتابتها بشكل أوضح. أيضا شو بحط؟ بحط هنا الديت اللي هو يعني 1 سبتمبر، هاي كتبت اللي هو التاريخ. أيضا شو بدي أحط؟ البالانس. طبعا هذا الستاندرد ليدجر اللي هو المعياري، الشكل المعياري. عند كل عملية بنقدر احنا نعرف البالانس اللي هو الرصيد. طبعا الرصيد هنا شو ماله بده يكون؟ 15000. طبعا 15000 مدين، هاي 15000 بهذا الشكل. طبعا نحطه في عمود البالانس هنا. طبعا بنلاحظ في هذه العملية الكريدت هنا فيش فيه شيء، لان انا فيش عندي هنا قيد يشير الى ان الكاش صار كريدت، فهذه عملية ترحيل يعني فقط. طبعا انا ممكن يعني اعمل الليدجر على شكل حرف تي اللي احنا متعودين عليه بهذا الشكل، يعني البسيط اللي هي حرف تي. هنا بكون في عندي اللي هو الكاش، هنا طبعا بكون جانب الديبت، وهنا جانب الكريدت، وهذا طبعا الكاش، هاي الكاش. طبعا بالنسبة لهذا القيد الكاش شماله ديبت، اذا بحط ال 15000 هنا، هاي بحط هنا 15، وبحط جنبها ايش؟ اللي هو سبتمبر، سبتمبر 1 فيرست. وطبعا حتى اني اطلع البالانس الرصيد، انا هنا بضطر اني احط شحطه واقول يعني الجانب المدين، طبعا الديبت اكبر، معناته بضل عندي هنا 15 رصيد ايش؟ ديبت، هاي 15. على الجانب الاخر يعني احنا عملنا له حساب الكاش. طب في عندي حساب ثاني هو ايش؟ الشير كابيتال. الشير كابيتال طبعا جميع الحسابات الموجوده في دفتر اليوميه لازم نعمل لها ايش؟ ترحيل لدفتر الاستاذ. بقدر اعمله بهذا الشكل، وبقدر اعمله على شكل حرف تي. لو عملنا على شكل حرف تي بهذا الشكل، وهنا في عندي ديبت، وهنا الكريدت، وهي انا كتبت هنا الشير كابيتال اللي هو اسم الحساب. الآن بدي أرحل. طبعا الشير كابيتال شو ماله؟ هاي المبلغ اللي تأثر عليه، تأثر فيه يعني، هو كريدت. إذا وين الكريدت؟ هنا بدي أحط هنا 15000، هاي 15000، وطبعا بحط تاريخها اللي هو يعني سبتمبر، سبتمبر فيرست. الآن حتى أرصد بكون هو رصيده بهذا الشكل. طبعا هنا انا عملت على شكل حرف تي، بقدر اعمل يعني نفس الشيء على هذا الشكل اللي هو ستاندرد ليدجر. طبعا عمليه عمل والترحيل الى دفتر الاستاذ بهذا الشكل للشير كابيتال، ايوه انا بعمل مثل ما انا عملت في الكاش، بكون هو كريدت 15000، بكون رصيده مباشره انا ايش بطلعه. طبعا في عندي هنا يعني امر نشير له. هنا في عندي نمبر، نمبر اللي هي 101، وهنا نمبر 311. طبعا هذه ارقام الحسابات في دفتر الاستاذ، واحنا هنا نشير لهذه الارقام في دفتر اليوميه، ايوه بمعنى انه يعني هنا بنحكي انه هذا الكاش هو صفحته في الليدجر
موجودة في صفحة 101. إذا هنا في الكتاب بيحكي عن البوستنج، وهنا بالتحديد بيحكي عن الستاندرد أكاونت فورم اللي هو الشكل المعياري اللي هو بهذا الشكل، مش حرف تي يعني. وبيحكي إنه له 3 يعني 3 أعمدة، والأعمدة هذه اللي عبارة عن الديبت والكريدت والبالانس. وطبعا هنا بيحكي عن أرقام الحسابات هذه، وهي عبارة عن رقم الحساب في دفتر الأستاذ في الليدجر. والحقيقة هذا راح يقودنا للحديث في الفيديو التالي عن الشارت اوف اكاونتس، اللي هو عبارة عن دليل الحسابات أو كشف يعني يبين الحسابات وأرقامها في دفتر الأستاذ. أرجو يكون موضوعنا اليوم مفهوم للجميع، والسلام عليكم.